السلام عليكم. هذا هو غون. تلاقى بهاد البنت صغيره في واحد نايت كلوب وبدا كيضحك معاه. غون خدام مع واحد المافيا كوريه في امريكا وصيفطو يقتل واحد خونا معاهم حيت بغى يبيع شي اسرار مهمه للمافيا الروسيه. مع دخلوا الرواسه غون وصلت التصويره ديال الشيف ديالها وناتبعهم. الدريه الصغيره بقات كتشوف فيه. دخلوا عند داك الكوري وسلموا عليه. الدريه الصغيره مشات للبلاصه فين كان مريح غون وهزات واحد الورقه بقات فوق الطابله. غون هز فردي وقصدهم فين جالسين ولقى واحد خونا قدام الباب. شدو خشالي الفردي في فمه وبدا كيشلخ فيهم كاملين واحد تابع الاخر حتى بقى الكوري ومحنش فيه وقتل. هز ليه البسطام والبيسي شويه سمع شي صوت ورا الباب وبدا كيتيري فيه. وملي غادي يحل الباب تما كاين المفاجأة. غادي يلقى البنت الصغيرة قتلها بالقرطاس وبقى فيه الحال بزاف. الغد اللي غايجي صاحبو تشاوس وجوج اخرين خدامين معاه في المافيا غايفيقو حيت الشاف باغي يتلاقى بيه. غايديو لعند الشاف وغايقول ليه مالك ما بقيتيش كتجاوبني واش كاعي حيت قتلتي الدريه الصغيره. غون قال لي انا اخر مهمه ديالي درتها معاكم خليني نمشي في حالاتي. قال لي الشاف باللي فرشتيها ملي قتلتي الدريه الصغيره وباللي اخر مهمه ديالك هي غتقتل جوج الاخرين وغتقتل مو الدريه حيت عندهم اوراق مهمه اللي كيسواو 100 مليون يورو. قال لي غون ولما بغيتش نقضي معاكم الغرض. قال لي ما بغيتيش تقضي معنا الغرض ما غاديش يلقاو. غادي يرجع غون لكوريا وغيلقى واحد خونا كيتسناه ودال الدار اللي يريح فيها وعطاه الماتيريال ديال الخدمه. هذه هي تشوي مود ديك الدريه الصغيره اللي ماتت خدامه في واحد الشركه كبيره ديال الدواء وهي اللي جا غون باش يقتلها. هذا المدير ديال الشركه ديالها حتى هو خدام مع المافيا. بدا كيتقرب من تشوي باش توري الوراق فين خباهم راجلها. غون غادي يبقى تابع تشوي فين ما مشات بلا ما يدير الحس باش يعرف البلايص اللي كتعمر فيهم وفين ساكنه. في الليله جبد تصورها وغايجي في تصور بنتها وغادي يمرض ديال بصح. الغد ليه تشوي غتمشي للكوميساري باش تجيب شي حوايج ديال الراجل اللي قتلو غون. وغيبقى البوليسي كيسول عليه وهي تقول ليه بلي انا ما عندي حتى شي علاقه بداك الشيء اللي كان كيدير. غون غايجي للدار فين ساكنه وغيدخل ليها وغيبدا كيقلب على الوراق فين كاينين. غيطلع البيت تاع الدريه الصغيره وغيلقاه مسدود. اي هاكي له التليفون ديالها وغيبدا كيقلب فيه اتبان ليه تصور تشوي وبنتها وغادي يزيد يمرض. الغد ليه المدير ديال الشركه دار حفله وربحات تشوي جائزه ديال احسن وحده في الشركه وكان غون حاضر حتى خونا اللي في المافيا. من ورا الحفله تشوي طلعت للدار في السانسور وغيدخل عند غون غيقول لها انا سميتني مارك وغيبدا مجمع معاها حتى غادي يطلعوا للفوق وغيمشي في حاله. الغد ليه تشوي غتمشي للكوميساريه تجيب حوايج راجلها ومن تماك للشركه غتخدم التليفون ديال راجلها. وغيطلع في السيستم عند المدير ديالها غيجي يجري غيبان ليه باللي جابت حوايجو التليفون ديالو. غون غيدخل لدار تشوي بالليل وغيمشي للبيت ديال بنتها اللي ماتت غيبدا يقلب في التصاورة وغيصوني ليه خونا اللي في المافيا غيقول ليه راه غادي اللي غيقتلوها بالي زرب قتلها انت وجيب لينا الجثه ديالها. غتجي تشوي للدار غيكون غون هاد السلاح باش يقتلها. غيدخل للبيت غيلقاها كتفرج في فيديو ديال بنتها وكتبكي عليها. غون من كثره الفقسه غادي يطلع لفوق البيت تاع بنتها اللي مسدود وغادي ينعس حيت تشوي من نهار ماتت ما كطلعش ليه. وغادي يحط حداه التليفون وغيبدا كيتصان ما غيتفكر من اللي قتلها. غينوض حاقد هاز الفردي وغيهبط لتحت باش يقتل تشوي. القاها ناعسة وشاربة دواء كتير بغات تنتحر وغادي يضرب القرطاس وغادي يمشي في حالات. جاو البوليس ولقاو باللي شربات دواء كتير وغون كان ديجا صون عليهم باش يجيو يعتقوها والدواء ليرجونس. شوية مدير الشركة بدا كيضرب في الخدام اللي معاه قال لي غادي يقتلوني حيت غون ما قتلش تشوي. وصلت الرئيس تاع المافيا وقال لتشاوز وختا غون صاحبك غتمشي تقتلو حيت ولا بحال شي كلب مسعور اللي يقدر يقتل مولاه في اي لحظه. غتفيق تشوي في السبيطار وغيجيو عند البوليس غيديوها للتحقيق غيقولوا لها باللي جوج اللي كانوا مع راجلك ماتوا وانت لقينا القرطاس في البلاصه اللي كنتي ناسي فيها. الا كانوا عندك الوراق عطيهم لينا. وبداو كيديروا ليها الشونطاج حتى تعصبات وسخفات. داوها ثاني للسبيطار وتشاوز المافيا جاو لكوريا باش يقتلو غون. ومع فقط تشوي صونا لها غون وقال ليها انا اللي ضربت عليك قرطاس. وقالت لي شكون انت؟ قال ليها قلبي التليفون شوفي السيري ديالو راهم جايين يدوه ليك وغاديين يقتلوك. حاولي تهربي البوليس ما غاديش يقدر يعاتقك منهم. ومع قلبة التليفون بان ليها نفس السيري اللي قال لها. شويه غيدخل واحد من المافيا لابس اللبسه ديال الفرامليه وقالت لي تشوي واش انت اللي صونيتي لي دابا؟ هو يبدا يضحك وهجم عليها حتى دخلت للطواليت تخبات وبدا كيحل عليها في الباب ويجي غون من اللور وبقى مفاتن معاه حتى هرب وبقى تابعو حتى دخل واحد الكاف ديال المترو وما بقاش لقاه. غيجيو البوليس غيبغيو يديو تشوي ملي سمعوا باللي جا شي واحد مهجم عليه. خونا بدل الحوايج وهز فرد ومشى كيتسنى تشوي تخرج ويتيري فيها. شويه تحل السنسور ولقى بنادم بزاف تسمر في بلاصته حتى جا غون تيرى فيه وقتلو. شويه صونا تشاوز والمافيا كامله قالوا لغون جيب لينا ديك يو اس بي اللي خديتي من التليفون. وغون ما تسوقهمش وقال تشاوز انا اللي كنت عتقتك من الموت في كامبوديا ما تنساش هادشي. البوليس غيديو تشوي لواحد البلاصه كيخدموا فيها داكشي ديال المخابرات وقالوا تشوي عطينا الكود ديال راجلك وكتباتو ليه. مع دخلوا لذاك السيستم المافيا غتوصل للبلاصه فين كاينين. وغون غيصوني لتشوي غيقول لها ردوا بالكم راه المافيا جايه لكم. وغيدوي مع البوليسي غيقول ليه شكون انت؟ غيقول ليه التليفون اللي غيصوني دابا مولاه
العسوس ديال المافيا. صون التليفون ديال البوليس الاخر وجبد فردي وتيرف صاحبه وقال لي انا معاهم والفلوس كثيره غنربح من ورا هادشي اكثر من هاد الخدمه اللي خدامين فيها. غيخرج من تماك وغيمشي عند خونا اللي في المافيا يقول لي عطيني الفلوس اللي درتي معايا راني قضيت معاكم الغراض. خونا اللي في المافيا ما غاديش يحن فيه وغيغيز لي. جاو ثلاثه من المافيا دخلوا بغاو يقتلوا تشوي. الساكون دخل وبدا كيشلط فيهم حتى غادي يبداو القناصه كيضربوا من السطح. مول نضاضر من هنا وتشاوز من القنت الاخر كوني صوني لتشوي يقول لي غتخرجي لتحت تلقاي طوموبيل فيها السوارت هزيها وهربي. غتقول لي علاش كتعامل معايا هكا؟ يقول لي انا سميتني كون. القصه كامله ديال موت راجلك وبنتك كنعرفها وكان وعدك ملي غادي نخرجوا غادي نعاود عليك. وهز واحد الشوت كان وبدا مفاتن مع تشاوز باش خوى الطريق لتشوي. شويه غيتلاقى كون وتشاوز في الدروج وغادي ينقص كون يشدو تشاوز يقول لي علاش وليتي كتعامل هكا؟ يقول لي كون بلي راني عييت وغيمشي في حالاته في الطوموبيل. شويه تشوي غتبقى تسلت باش تخرج في حالاته ويشد واحد من المافيا وغادي يديها ركبوه في الطوموبيل وغيصونيو لكون. يقول لي تشاوز الا بغيتي تشوي جديها حنا في هاد البلاصه الا تعطلتي غادي نقتلوها. كون طلع ذكي غيصون البوليس يقول لهم جوج بلايص فيهم القنبور غادي يتفرقعوا دابا. ما تفرقعات الاولى نعت لهم البلاصه اللي داروا معاه المافيا يجي عندهم وجاب لهم البوليس تما. كون غيطلع كيتسلت من فوق السنسور غيتلاقى مع الفارو غادي يتفاتن معاه غير بيديه وغيجي صاحبو يبيتيري في كون وغيصدق قاتل صاحبو. كون غيهرب والاخر يبقى تابع. مدير الشركه بدا كيخرج في الوراق اللي داير عليهم الفيلم واللي القيمه ديالهم كتسوى 100 مليون يورو ولكن تشوي غتخربق عليهم السيستم كامل. المدير يقول لي معاه هرب الا بغيتي تبقى حي والاخر كيقول ليه فين فلوسي. هو ينكر المدير شويه غادي يجبد موس وغادي يغيز ليه. كون يتخبى المنتظر في هذه البلاصه ودير بحال المضروب غيجي عنده خونا يقول لي هذا اللعب ديال الدري الصوار حافظه وغادي تفرقع عليه الحديد كامل وغادي يموت والما غادي يبدا يقطر عليهم. تشاوز غادي يقول لكون علاش خانتي الجروب ديالك على قبل هاد خيتي. كون ما غاديش يجاوبو ويبقاو يتيروا في بعضياتهم حتى غادي تجي في كون واحد الضربه في كرشه. خونا اللي قتل المدير كامل دميات سد الماء اللي كان كيقطر وغادي يحيدوا السلاح وغيتفاتنوا بيديهم. ما غادي يطيح تشاوز كون اتهبط واحد السيبوره ديال التلافز فوق ظهره. كون غينوض بزز وهز ما سلاح وتشاوز في الارض وما غاديش يقتلو وغادي يمشي. داك خونا اللي قتل المدير كيقلب على تشوي حيت خربقات ليهم السيستم ومشات الفلوس بسببها وخاصو يقتلها وغادي يلقاها وغيبدا يضرب فيها. شويه غيبي يغتصبها من كثره الفقسه وكون كيتفرج في الكاميرا وكيشوف وغتهز موس تشوي وغتقتلو به. تشاوز هز التولكي ودوى مع كون قال لي غنمشي دابا نقتل تشوي. كون غيصوني لتشوي في التولكي وغيقول ليها واش كتسمعيني انا هو كون واحد خونا جاي يقتلك دابا هزي السلاح وتيري فيه ما يبان ليك راه ساهله حطي صبعك وجرد الا ما قتلتيش غيمشي لك لعائلتك كامله يقتل عليك. ودابا غادي نقول لك الحقيقه اللي وعدتك بها هاد السيد هو اللي قتل لك بنتك يومي ما تحنيش فيه ما غادي تحل الباب. تشوي غتقتل كون غيجي تشاوز كيجري غيبي يقتلها ولكن كون ما غاديش يخليه. وتشوي غدوي مع كون غتقول ليه فينك انا قتلت داك السيد اللي قلتي ليا. كون مات وارتاح من الذنب ديال يومي. وهنا كيبان بلي الافلام الكوريه هربانين بزاف البطل كيف ما بغى يكون يقدر يموت. وهادو هما القصص ديال بصح. الى عجبك الفيلم ما تنساش البارطاج خلي كومونتير زوين رانا كنقرا جميع الكومونتيرات. دوز عندي الشان يوتيوب. السلام عليكم.